عوده ل10 الصبح في الاهلي، اهلا بيكم مره ثانيه. اكيد اللي من حضراتكم بيتابعنا بصفه يوميه عارف كويس قوي ان احنا كل يوم بنقعد نهري نفسنا ونهري حضراتكم كلام عن كره القدم، سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي او بشكل عام. تعالوا بقى النهارده وتحديدا في الفقره دي نعمل حاجه مختلفه حبتين، هنعمل حصاد للالعاب المختلفه الاخرى، كل الانجازات اللي اتحققت خلال العام 2022 سواء في النادي الاهلي او فيما يتعلق بمنتخب مصر، وده هنتكلم فيه في فقرتنا الحواريه الاولى اللي منورنا فيها ضيوفي الاعزاء النقاد الرياضيين الاستاذه دينا نبيل والاستاذ احمد رشاد. يا صباح الخيرات عليكم واهلا بيكم منورنا. صباح الخير يا استاذ كريم، برحب بيك طبعا وبرحب بزميلتي دينا، وسعيد جدا ان انا موجود النهارده على قناه النادي الاهلي في برنامج 10 الصبح. منور الدنيا واستاذه دينا منوره الدنيا، وشكل جايه محمله بالاخبار بقى وعندك تفاصيل كتير، بس حاسه اسمحك هو بطبيعه الحال المفروض يبقى ليديز فيرست، بس احنا عايزين يعني استثنائيا كده نبتدي بكلامنا عن النادي الاهلي تحديدا، فخليني اروح بعد اذنك لاحمد رشاد واعرف منك يا رشاد يعني ايه الانجازات اللي اتحققت وازاي شايف مشوار النادي الاهلي، انا اقصد بيه الفرق المختلفه في 2022. اكيد طبعا، يعني يا استاذ كريم عايز اقول لك ان لو اتكلمت عن النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي في الالعاب الاخرى فاقدر اقول عليه مشوار يعني استثنائي، يعني مشوار مليء بالبطولات. النادي الاهلي قدر يحقق العديد من البطولات في كل الالعاب، سواء في الطايره او يعني طايره رجال او الطايره سيدات، سواء في اليد رجال او اليد سيدات او السله رجال او السله سيدات، يعني موسم استثنائي لكل الفرق. النادي الاهلي طبعا طول عمرنا عارفين ان هو بيتربع على عرش الالعاب الاخرى، ملك الصالات زي ما بنقول. ايوه، لو هنروح للنادي الاهلي في كره اليد رجال، فالنادي الاهلي طبعا كان مؤخرا كسب بطوله السوبر الافريقي وتاهل منها لبطوله العالم السوبر جلوب اللي كانت في السعوديه. وعايز اقول لك على حاجه يا استاذ كريم، ان النادي الاهلي اول فريق مصري وافريقي يفوز على نادي اوروبي بعد طبعا ما فزنا على نادي بنفيكا. طبعا كلنا عارفين ان البطوله الفترة الأخيرة دي كانت 8 فرق وتغير طبعا شكلها وبقى 12 فرق، فالنادي الأهلي في كرة اليد رجال أول طبعا فريق زي ما قلت لك إن هو يفوز على نادي أوروبي وأول فريق يخش المربع الذهبي. نجاحات طبعا كبيرة جدا في كل الفرق، سواء في الطايرة رجال، الطايرة طبعا ماشيين بشكل كويس، السلة طبعا بيحققوا خلال الموسم موسم استثنائي، بيحققوا فيه الخماسيه مع اجوستي. طبعا النادي الاهلي كان فاز بدور المرتبط وكاس مصر ودوري السوبر والبطوله العربيه، وطبعا الموسم ده احنا وصلنا للبطوله العربيه ولولا طبعا سوء التوفيق في المباراه كنا قدرنا ان احنا ناخد البطوله العربيه. اليد السيدات طبعا كسبوا منطقه القاهره وماشيين طبعا بشكل كويس، خاصه طبعا بعد التدعيمات مؤخرا لفريق اليد سيدات طبعا ممثله في اداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي، وده اللي جه يعني الفريق ثماره امبارح. امبارح طبعا النادي الاهلي كان كسب الشمس وتاهل طبعا لقبل نهائي كاس مصر، وان شاء الله باذن الله هنقابل سبورتنج، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي الفتره اللي جايه يقدر ان هو يحقق موسم استثنائي في كل الالعاب. الطايره طبعا سيدات احنا ماشيين بشكل كويس، طبعا كسبنا دوري وكاس، ماشيين بشكل كويس في الدوري، لعبنا 13 مباراه فزنا 12 وهي مباراه واحده خساره، لكن ان شاء الله ماشيين بشكل كويس ونقدر نحقق المزيد من البطولات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب يعني كلها انجازات مهمه جدا هي حققتها الفرق المختلفه في النادي الاهلي، وعلى ذكر كلمه انجازات لازم برضو نقف يا استاذه دينا عند الانجازات اللي حققتها بقى الدوله المصريه في حسن تنظيمها وحسن استضافتها لفعاليات بطولات كتير في رياضات مختلفة، تعالي نحصرها كده بإيجاز، إيه أهم البطولات اللي مصر استضافتها في 2022 على مستوى الرياضات المختلفة؟ يعني يمكن احنا بقالنا 3 سنين مصر بتستضيف بطولات عديده جدا، يعني يمكن كان في حصر، كان في احصائيه بتقول ان 150 بطوله في 3 سنين، فعدد كبير جدا. لو نتكلم عن 2022 كان طبعا اكيد ابرزها بطوله افريقيا لكره اليد اللي طبعا توج بيها منتخبنا، منتخب اليد كان يعني عامل بطوله هايله جدا ودايما كده هو في الميعاد زي ما بنقول، يعني اثبت ان هو خلاص يعني في حته ثانيه خالص. هو للامانه دايما مشرفنا منتخب مصر كره اليد حقيقي، يعني هم عندهم بطولة العالم خلاص في خلال أسابيع قليلة إن شاء الله، يعني بيستعدوا لها، نتمنى إن شاء الله إن هم يعملوا فيها يعني أداء كويس جدا. يعني هنرجع تاني للبطولات اللي احنا نظمناها بجانب بطولة أفريقيا لكرة اليد، كان في طبعا بطولات عالم للرماية استضفناها في العاصمة الإدارية الجديدة،
برضو كان في بطولات جمباز، بطولات افريقيه، وبطولات عالم برضو اقيمت في استاد القاهره. كان في بطولات كتيره جدا لو على المستوى الفردي او الجماعي برضو، يعني لو حتى الانديه برضو كان في بطولات كتيره شاركوا فيها. بصراحه يعني دايما انا بشوف ان فكره استضافه بطولات على ارض مصر دي بحس ان هي تسويق للسياحه الرياضيه بشكل كبير جدا. لما بتستضيف عندك على ارضك اكتر من 100 دوله مثلا في بطوله او حاجه، او مثلا 120 دوله. استضفنا كمان بالمناسبه بطوله عالم خماسي حديث برضو في اسكندريه، نسيت يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بطوله ناجحه جدا مصر استضافتها خلال العام الجاري. زي ما قلت بيبقى تسويق هايل جدا لمصر، فكره ان انت البطل او ابطال العالم بتستضيفهم على ارض مصر وينزلوا في الـ في الـ في الـ ينزلوا صورهم في الاهرامات، لو هم في صور بيلتقطوها في الاهرامات والمنشات الرياضيه عندنا، ده بيبقى تسويق هايل. بتنظم لهم رحلات كمان سياحيه اكيد، أكيد. مش كده؟ يعني غير مشاركتهم في الفعاليات والتنافسيه اكيد بيبقى فيه حتى عشان البلد تستفيد من وجودهم. ده اكيد، لان يعني هم اساسا اي يعني طالما في وقت، لما بيكون في راحه، يوم راحه للانديه او للفرق المشاركه، بهم نفسهم بيطلبوا اصلا من اللجنه المنظمه ان احنا عايزين نروح نشوف الحاجات اللي هي في مصر، الحاجات الاثار، الحاجات اللي ليها علاقه ان انا اتصور اخد صوره معاها انزلها على الانستجرام او على السوشيال ميديا بتاعتي. ده مهم جدا لمصر، ده مهم جدا لما اشوف مثلا بطل عالم في الخماسي ولا بطل عالم في الرمايه منزل صورته في الاهرامات او حاجه، دي مهمه جدا. عشان كده بقول ان فكره استضافه مصر بطولات على ارضها كتيره ده شيء مهم جدا للرياضه المصريه. جميل. طيب كلمه فريق ايا كان فريق ايه، بس سيدات النادي الاهلي، سيبك من كلمه فريق، خلينا في سيدات النادي الاهلي، لان الحقيقه سيدات النادي الاهلي عاملين شغل ممتاز على اكثر من صعيد، وانا بتكلم على الطايره واليد والسله. يعني تعال نركز شويه على فريق او فرق السيدات في النادي الاهلي، ايه اللي مخليهم بالاختلاف والتميز ده اللي بينتج عنه هذا الكم من النجاحات؟ بسم الله ما شاء الله. زي ما بقول لك كريم، الروح بين اللاعبات هو ده اللي بيأدي ان فريق متكامل، فريق متكامل بيقدر يحقق النجاحات. بيكون اكيد في تدعيمات من يعني خلال السنه، بس الفرقه موجوده، الفرقه تمام. في يعني التدعيم دايما زي ما بنقول ان هو بيكون اساس اي نجاح. النادي الاهلي في فرق السيدات بالذات سواء طايره او سله او يد بيحقق نجاحات في الفتره الاخيره، وبالذات طبعا السله سيدات طبعا بيعملوا دلوقتي موسم استثنائي. طبعا خلال الموسم قدروا ان هم يفوزوا بثلاث بطولات اللي هي دوري المرتبط ومنطقه القاهره وكاس السوبر، لسه فاضل لهم دوري السوبر وفاضل لهم طبعا كاس مصر. ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا موسم استثنائي، لان طبعا هم المنافس الوحيد للنادي الاهلي في اللعبه دي في السيدات هو سبورتنج، واحنا قدرنا نكسب سبورتنج. سبورتنج طبعا لسه كسبان بطوله افريقيا، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسبه في الفتره الاخيره. طبعا كلنا عارفين ان فرقه سبورتنج قوام الاساسي بجانب طبعا لاعبات النادي الاهلي موجودين على طول في المنتخب. الطايره سيدات على مدار السنين اللي فاتت بيحققوا نجاحات، سواء في كره الطايره في كره اليد بيحققوا نجاح كبير جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك يا استاذ كريم، هو موسم استثنائي بالنسبه للسيدات يعني في كل الالعاب. كلمه حق لازم تتقال، يعني نادي سبورتنج دايما ند وخصم قوي جدا للنادي الاهلي، طايره وسله رجال وسيدات ومن قديم الازل، حتى ما هياش حاجه جديده. صح يعني. عندك حق يا استاذ كريم، انا زي ما قلت لحضرتك ان سبورتنج في السله لسه كسبان بطوله افريقيا، فهو طبعًا. ان يكسب بطوله افريقيا فهو فريق قوي، أكيد. المنافس قوي، أكيد. اغلبيه اللعيبه اللي موجوده فيه بتكون من قوام منتخب مصر، فالنادي الاهلي ان هو يقدر ينجح ويفوز على منافس قوي زي ده، فالمنظومه بشكل عام منظومه ناجحه، وان شاء الله يقدروا الفتره اللي جايه يعملوا موسم استثنائي يقدروا يحققوا ويبقوا خدوا الخماسيه الموسم ده ان شاء الله باذن الرحمن. طب على ذكر السيدات وتالق السيدات، الحقيقه لازم نذكر اسم ساره سمير، أكيد. يعني انت عارفه بقى لنا حوالي يمكن اسبوعين او مش عارف اكتر شويه اقل شويه كنا مشاركين في بطوله العالم للاثقال، وساره سمير بسم الله ما شاء الله حققت ثلاث ميداليات ذهب. فالى اي درجه الانجاز ده نقدر نقول انه ارهاصات كده؟ ايه رايك في الارهاصات دي؟ جامده جدا. ارهاصات لعوده بطلاتنا المصريات لمنصات التتويج في الاثقال بصفه خاصه.
الأثقال تحديدا بصفة خاصة. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا كنا موقوفين بسبب ظروف يعني حرمنا من المشاركة في طوكيو بسبب أزمة المنشطات اللي حصلت. بس العودة بصراحة كانت قوية جدا من آخر العام الماضي، يعني يمكن احنا آخر العام الماضي شاركنا في بطولة عالم برضو كانت في أوزبكستان، وبطلتنا نعمة سعيد فازت برضو بميداليات في البطولة دي. جت سارة سمير عودة قوية بصراحة، يعني سارة سمير دايما بشوفها ان هي من ايام ما كانت في ريو دي جانيرو اولمبياد ريو جايبة ميدالية برونز، فهي وهي كانت ساعتها صغيرة جدا في السن، فهي بطلة كبيرة جدا من وهي صغيرة في السن. كانت جت للأسف أزمة شوية اللي عطلت أزمة المنشطات دي، عطلت الأوناش مصر زي ما احنا بنقول عليهم دايما. هو بيني وبينك هو من ناحية أوناش أوناش بما لا يدع مجال للشك وميداليات ذهب، بصي مغرقة الدنيا. لا هم كمان هم ما شاء الله عليهم. احنا في اللعبة دي تحديدا، يعني هتكلم عن سارة تحديدا، بس في اللعبة دي احنا عندنا لاعبين على أعلى مستوى. فكانت خسارة كبيرة جدا ان احنا فترة ايقاف، بس العودة الحمد لله كانت قوية. حتى هم كانوا منتخب الأثقال عندنا كان في بطولة أفريقيا مصر استضافتها منذ أشهر قليلة، يعني كانت في استاد القاهرة، وحصاد الميداليات كان عدد وافر جدا. فاحنا افريقيا وعربيا احنا ما شاء الله عندنا لاعبين على اعلى مستوى. عالميا يمكن انا بشوف ان هي جبنا 3 ميداليات بس لساره سمير، بس احنا يمكن افتقدنا كمان للاسف بطلتنا نعمه سعيد، كان المفروض تشارك في بطوله العالم اللي هي كانت في كولومبيا من اسبوعين، لكن جالها كورونا قبل ما فيش يعني بايام قليله، فللاسف حرمت من المشاركه. فعندنا بطلات على اعلى مستوى برضو، يعني زي ساره سمير، نعمة، برضو كان في بطل اسمه كريم كحلة المفروض ان هو كان يشارك بس برضو للاسف اتصاب قبل البطوله. يمكن احنا ما كناش محظوظين قوي، بس هي العوده ان شاء الله شايفاها يعني روح ان شاء الله يعني قويه جدا لابطالنا في الاثقال. زي ما قلت احنا مميزين ونقدر ان شاء الله ان احنا نعود لمنصات التتويج في الاولمبيات الجايه ان شاء الله في الاثقال. كل الانجازات اللي حضرتك تفضلتي بذكرها كلها ممكن يتبني عليها ونبقى مطمنين كمان على اللي جاي، يعني أكيد. واضح جدا ان احنا فعلا عندنا ثقل في الملف ده بصفه خاصه. طيب انا عايز استاذنكم بس نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل الكلام، اتفضل. تجدد الترحيب بكل حضراتكم واكيد بضيوفي اللي منورني في حلقتنا النهارده، الاستاذه دينا نبيل والاستاذ احمد رشاد النقاد الرياضيين، واللي بيعملوا معانا النهارده حاجه مختلفه حبتين. تاني نرجع ونقول احنا 90% ان ما كانش اكتر من محتوى كلامنا بطبيعه الحال بيبقى منصب على كره القدم، لكن احنا في الفقره دي بنتكلم عن انجازات وحصاد 2022 على مستوى الالعاب الرياضيه المختلفه بخلاف كره القدم. واحنا بنطلع الفاصل كان الاستاذ احمد رشاد بيقول انه عنده تعليق يخص حاجه قالتها الاستاذه دينا، كان انهي نقطه اللي كنت عايز؟ اكيد طبعا استاذ كريم، تعقيبا على كلام زميلتي دينا، عايز اقول لحضرتك ان الفتره الاخيره يعني مصر شهدت طفره كبيره في الاحداث الرياضيه. مصر طبعا قدرت من 2014 ل 2022 ان هي تنظم 280 بطوله. مصر طبعا نجحت في عدد الميداليات في خلال الفتره دي ان هم يحققوا 3500 ميداليه دوليا وقاريا وفي دوره الالعاب الاولمبيه، يعني نجاح كبير جدا لمصر في الفتره الاخيره. بنشوف طبعا ابطالنا موجودين على منصات التتويج في كل المحافل، رفع اسم مصر في كل المحافل، يعني عايز اقول ان مصر الفتره دي وزي ما العالم كله بيشيد بيها ان هي مصر قبلت البطولات الدوليه والعالميه. على ذكر بقى كون مصر قبلت البطولات الدوليه والعالميه، ما نقدرش ما ناخدش بالنا، ما ينفعش ما نلاحظش التفوق المصري على مستوى العالم في دنيا السكواش. يعني احنا عندنا الرياضات كلها كوم، لكن السكواش حدوته لوحدها. ايه السر ورا ده في رايك يا دينا؟ انا نفسي مره سالت اللعيبه، يعني انتوا بتشوفوا ان احنا ليه متفوقين في اللعبه دي تحديدا، بس هم نفسهم ما كانش عندهم رد غير ان تحديدا التدريب بيبدا من النشأ، يعني انت مهتم بالنشأة قوي، فبالتالي بيطلع انت يعني بتربي اللاعب من صغره ان هو عندك قطاعات ناشئين في كل الالعاب، يعني الالعاب الثانيه اشمعنى السكواش بالذات البركه حل عليه؟ يعني المدربين، يمكن كمان المدربين او يعني كمان في بيبداوا من الصغر قوي 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 مع اللاعبين. المدرب كمان مش بيبقى يعني بيبقى مش هاوي، يعني بيبقى مدرب فعلا مارس لعبه الاسكواش، فبيبقى من صغره مهتم. تلاقي لاعب، يعني انا رحت انديه كتير، لاعب بتلاقيه من هو عنده 5 و6 سنين بيروح يلعب الاسكواش، مهتم جدا باللعبه،
الخبرات اللاعبين الكبار اللي هم زي مثلا اللي هم المعتزلين او اللي هم الكبار في التصنيف بيدوها كتير قوي للاعبين الصغار، فدي مهمه جدا. على طول تروح الانديه تلاقي اللاعبين الكبار قاعدين مع اللاعبين الصغيرين بيأزروهم وبيشجعوهم. يعني طب ليه ما نستنسخش اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده في كل الرياضات التانيه عشان على الاقل نحك كده في النجاحات اللي بتحققها الفرق الاسكواش المختلفه؟ والله نتمنى، بس هو الموضوع انا بحس ان هو كل اتحاد لازم يبقى ليه استراتيجيه موحده، يعني ما ينفعش انت تجيب استراتيجيه مش الهدف واحد في الحالتين. بس بتهيالي انا اعتقد ان بتفرق كل لعبه، يعني خطه الاعداد مختلفه غير الاسكواش غير الجمباز غير التايكوندو غير المصارعه طبقا للمعطيات كمان والكروت اللي في ايدين صناع قرار. وفي الالعاب انت ممكن تقدر تعمل معسكر، يعني الاسكواش هنا مثلا انت رقم واحد على العالم في الاسكواش. أي. ده بالتصنيف، ده مش كلامنا، ده تصنيف الرجال والسيدات. طب. هو اللي بيقول كده. احنا لسه بالمناسبه يعني فزنا ببطوله عالم سيدات للفرق، كانت بتقام هنا في مصر وفزنا بيها، يعني احنا سواء على المستوى الفردي او الفرق احنا متفوقين. بس اللي عايز اقوله ان الاستراتيجيه بتبقى مختلفه في كل لعبه. في العاب انت محتاج ان انت مثلا تحتك بره، تحتك تروح تعمل معسكرات في اسيا. طب. مثلا طب. الدول الاسيويه مثلا زي تنس الطاوله. هم اعلى ناس في العالم في أيوة تنس طب. الطاوله مثلا. طب. فانت محتاج زي بطلتنا هنا جوده مثلا. صحيح. بتروح بتسافر بطولات بره في الدول الاسيويه والصين والدول دي، لان هم اشطر ناس في اللعبه دي، فانت محتاج تاخد من خبراته. فبالتالي برضو دوت محتاج يتعمم في كل الالعاب. صح. انت تشوف الدول اللي انت الدوله دي مميزه مثلا في المصارعه في التايكوندو، فانت تروح تعمل معسكرات عندهم عشان تكتسب من خبراتهم. صحيح، ده كلام منطقي جدا. طب طيب تعالى بقى يا استاذ احمد رشاد بعد اذنك، احنا اتكلمنا معاك من شويه على الـ يعني اللي حققته فرق النساء او سيدات النادي الاهلي، تعالى بقى نتكلم شويه عن الرجال والانجازات اللي اتحققت في السنه اللي فاتت. والله يا استاذ كريم الرجال في كل الالعاب هم بيحققوا انجاز طبعا، وزي ما قلت في بدايه الحلقه فاحنا ملوك الصالات بالفعل. يعني فرق الرجال في الطايره الرجال طبعا بيأدوا موسم كويس جدا، عندهم لسه فرصه الفتره اللي جايه ان هم ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا كل البطولات. عندنا مباراه مهمه جدا، وده يعني انا بشوف ان المباريات اللي بتكون في الرجال في بدايه الدوري فدي بتبقى مباريات تجهيز، ما بتبقاش مباريات قويه في الاول، لان هي بتبقى مباريات بالنسبه للمدرب ان هي تجهيز، اللعيبه بينسجموا مع بعض. لكن احنا عندنا طبعا مواجهه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي. بص انت بتتكلم يعني تابع كده معانا اللي على الشاشه اهو عشان يبقى كلام في محل. ده فرقه طبعا السله سيدات اللي زي ما قلت ان هم بيحققوا موسم استثنائي، لكن زي ما بقول لحضرتك يا استاذ كريم ان فرقه الرجال يعني المواجهه القويه بالنسبه لهم هي يوم السبت اللي جاي قدام الزمالك في ختام طبعا الدوره المجمعه اهو زي ما احنا شايفين طبعا. ايه رايك في سرعه رد الفعل؟ الزملاء مولعين الدنيا في الكنترول مجهزين كل حاجه. لمح انت بس هتلاقي ماتيريال نازل لك على الشاشه. فدي طبعا هتبقى مواجهه قويه جدا قدام طبعا منافس نادي الزمالك، بس ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يقدر يحقق الفوز. وطبعا احنا متعودين من فرقه الرجال في كره الطايره يعني الفرقه فيها عناصر قويه جدا زي طبعا عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، لعيبه كتير عشان ما انساش حد، محمد يعني عادل دول واحمد سعيد، يعني فرقه قويه جدا. يعني بنشوف قطاع الطايره سواء في الرجال او السيدات في النادي الاهلي قطاع كبير جدا. صحيح. في عناصر يعني زي ما بنشوف لعيبه هنا كويسه جدا، بنشوف برضو في قطاع السيدات لعيبه طبعا نهله سامح كابتن الفريق اللي يمكن محققه عديد من البطولات لوحدها مع النادي الاهلي. فنجاح كبير جدا من الفرق الرجال سواء طبعا. بس عايز اروح على حته طبعا اليد الرجال طبعا عندهم فرصه قويه جدا في خلال فتره التوقف دي ان هم يقدروا يبقوا منسجمين مع بعض، يقدروا ان هم يستعدوا بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله يقدروا يكونوا منافس قوي بعد طبعا العوده من فتره التوقف، يقدروا يكونوا منافس قوي في الفتره اللي جايه. اليد السيدات طبعا سيدات زي ما قلت برضو لحضرتك ان هو برضو ماشيين بشكل كويس. السلة طبعا رجال ما زالوا موجودين على القمة، لسه عندهم الدوري وعندهم طبعا دوري السوبر وعندهم الكاس وعندهم تصفيات منطقة النيل اللي هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى في شهر 4. ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا كل البطولات الموسم ده ويعملوا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات باذن الله. باذن الله. طيب احنا متفقين يا استاذه دينا ان مصر احسنت تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه حتى
على الأراضي المصرية. أنت شخصيا في سنة 2022 إيه أكتر بطولة، بغض النظر عن هي بطولة في أي رياضة تحديدا، أكتر بطولة فعلا كنت قاعدة يعني مبسوطة وأنت بتتابعي فعالياتها وعينك بتروح لكل كبيرة وصغيرة في التفاصيل التنظيمية وكنت راضية تماما؟ يمكن عشان هي كانت بطولة مكتملة فيها جمهور بشكل كامل وكمان هي لعبة جماهيرية، كانت بطولة أفريقيا لكرة اليد اللي كانت على صالة الدكتور حسن مصطفى في شهر 6. يمكن كانت يعني نجاحها غير أن المنتخب فرحنا طبعا في النهاية وتوجنا باللقب، لكن هي البطولة كانت تنظيميا كانت مستوى كويس قوي. ودايما أنا بشوف الحكم يبقى أكتر على البطولات اللي فيها جمهور، يعني احنا طبعا لعبة كرة اليد هي اللعبة الشعبية الثانية، فكان مسموح بجمهور يحضر، ولعبة اليد زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه ان هم جماهيريا الناس دايما مستنيه منهم كتير قوي، فالناس كانت حاضره بشكل كبير رغم ان كان الوقت في اجازه عيد، فكان الناس حاضره. فانا دايما بشوف ان البطولات اللي فيها جمهور تقدر تحكم عليها اكتر من بطولات الالعاب الفرديه او بطولات اللي هي اللي يعني بدون جمهور او مش مكتمله قوي في الجماهير. فانا بشوفها ان هي كانت بطوله ناجحه جدا. نقدر ان احنا نعمل كده. احنا السنه الجديده بالمناسبه عندنا بطولات كتيره جدا هنستضيفها، سواء العاب جماعيه او العاب فرديه، من ضمنها طبعا النادي الاهلي اللي هيستضيف بطوله كاس الكؤوس لكره اليد، وكاس السوبر هيستضيفهم هينظمهم النادي الاهلي لكره اليد. برضو عندنا بطولة عربية لكرة الطايرة للأندية هتقام في مصر. برضو عندنا برضو مصر حصلت على بطولة أمم أفريقيا لكرة الطايرة للمنتخبات الفريق الأول، دي هتقام برضو في شهر أغسطس، لسه ما تحددتش الصالة يعني، بس دي بطولات كلها هتقام على أرض مصر ومفروض أنها هتقام بحضور جماهيري، ونتمنى طبعا النجاح ليها وأن يكون التنظيم يعني دايما زي ما مصر عودتنا التنظيم بيبقى على مستوى كويس. طبعا اي نجاح لاي فعاليات بيتم تنظيمها بيبقى في مجموعه كبيره من العناصر اللي لو اتحققت كلها بيحصل تكامل كده في الصوره العامه، وبالتالي الايفنت بينجح. تفصيله زي البنيه التحتيه الرياضيه عندنا في مصر الى اي درجه كانت مساند وعنصر دعم قوي ساعد مصر في حسن تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه؟ يعني مصر مؤخرا يعني ملاعب بتبني كتير، وزي العاصمة الإدارية اللي فيها ملاعب وصالات بيتم يعني مؤخرا ابتدى يتعمل عليها منافسات، زي ما قلت ان بطولتين عالم رماية اقيموا على ارضها، ابتدى التوسع في فكرة ان انا ما يبقاش البطولات محصورة مثلا في صالة استاد القاهرة بس او في صالة مثلا حسن مصطفى بس، لا انت بقى عندك صالات تانية بتستضيف الفعاليات، بحيث ان انت لما تقدم على تنظيم بطولة مثلا او قدام الاتحادات الدولية يبقى عندك خيارات او عندك صالات كتيرة ممكن تقدر تستضيف البطولات دي. فانا زي ما قلت عندنا صالات كتيرة بقت موجودة، في صالات لسه شوية محتاجة تطوير، ده طبيعي ان انت يبقى في صالات محتاجة ان انت تشتغل عليها، لكن مؤخرا بقى في صالات وتنوع كتير جدا موجود، لان انت بقيت اي بطوله تستضيفها ما بتلاقيش مكان واحد. يعني زمان كنا نشوف هو استاد القاهره بيستضيف اي حاجه، جماعي فردي اي حاجه، قعد عمر كده ما كانش فيه غيره طبعا، اي حاجه هي بتقام على استاد القاهره بس. لا دلوقتي انت عندك كذا صاله بتستضيف، عندك صاله الشباب والرياضه اللي في 6 اكتوبر، عندنا صاله حسن مصطفى، عندنا صاله زي ما قلت العاصمه الاداريه اللي برده في السنه الجديده المفروض ان هي هتستضيف حتى في الالعاب الجماعيه، فعندنا حتى برده صاله برج العرب في اسكندريه بتستضيف مباريات الباسكت، فعندنا تنوع كبير جدا، ودوت زي ما قلت يعني البنيه التحتيه مؤخرا بقت متطوره جدا. جميل. طيب احنا طبعا بنتكلم يا رشاد عن الفرق المختلفه، طبعا الكلام معناه ان احنا بنتكلم بشكل جمعي، لكن عايزين نقف بقى شويه عند اسماء بعينها، عند افراد، عند لعيبه بعينها، انت شايف ان هم تالقوا جدا في 2022 في الرياضات والالعاب المختلفه، اكتر ناس كانت ملء السمع والابصار زي ما بيتقال، اكتر ناس لفتت نظرك انت شخصيا في الرياضات المختلفه السنه دي كانوا مين؟ السنه دي يعني لو هنتكلم على النادي الاهلي، فالنادي الاهلي لو هنروح للسكواش، وطبعا كنت انتوا بتتكلموا عن السكواش وانا طبعا بشوف دايما السكواش وتنس الطاوله في النادي الاهلي او في اي العاب بيكون السبب نجاحه هو ان اللعبه عائليه. يعني بنشوف في السكواش او في تنس الطاوله لعبه عائليه، يعني بنشوف اللاعب واخوه والده بيكونوا برضو أصلا كانوا نجوم في اللعبة. فطبعا في الاسكواج مصطفى عسل طبعا يعني بنبارك له على وصافة الترتيب العالمي، يعني هو في المركز الثاني بعد علي فرج، بعد طبعا فوزه ببطولة هونج كونج الأخيرة واللي بسببها طبعا تصدر الترتيب. عندنا برضو يوسف سليمان محتل المركز الـ12 في الترتيب العالمي. برضو نروح لتنس الطاوله، فاحنا عندنا نجوم ابرز في خلال 2022
زي السيد لاشين وزي طبعا محمد البيلي وزي طبعا هنا جوده اللي بتحقق نجاح كبير جدا في الفتره اللي فاتت. ما شاء الله عليها. فنادي الاهلي أسطورة. زي اسطوره بصراحه. يعني هي فعلا اسطوره الطفله يعني انا كنت دايما مسميها زمان الطفله المعجزه طبعا. من بدايتها فهي بتحقق نجاح كبير جدا ويعني مش هقدر اقول على لاعب بعينه لكن انا بشوف في 2022 ان كل نجوم النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه والفرديه فهم كلهم نجوم قدموا بطولات كتير جدا للنادي الاهلي ومستنيين طبعا منهم المزيد في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو الحقيقه هنا جوده بصفه خاصه يتقال لها ربنا يكتر من امثالك. احنا عايزين النموذج ده نستنسخه في كل الرياضات الحقيقه. وهنا في حد ذاتها دليل مادي ملموس واضح وصريح ما فيش فيه اي مساحه لللبس او مجال لللبس حول فكره صناعه البطل. ان انت لما تهتمي بطفل صغير انت لاحظتي من اول لحظه انه واعد جدا في رياضه ما وتشتغلي معاه او معاها عليه بتبقى دي نتيجة في طبيعة الحال ولا في مساحة للاختلاف؟ لا مفيش مساحة خالص. أنا بشوف إن كمان دور الأهلي ليه دور يعني الأهلي ليهم دور كبير جدا. طبعا. يعني أنا عشان خاطر أنا شوية مقربة من أسرة هنا أو من مامة هنا جودة إن أنا بتكلم معاها وكده فالحقيقة هي ليها دور يعني دور كبير جدا. دكتورة رضوى عزب أنا بوجه لها الشكر بالمناسبة على الهواء. يعني يعني هي قافلة على بنتها كويس قوي عارفة إن هي توجهها كويس قوي. لا ده وقت المذاكرة لا ده وقت التدريب ده وقت السفر ده وقت المعسكر هي عارفة كويس قوي وده أعتقد ده سر النجاح. أنا لو ما كانش اللي أنت بتقوليه ده بيحصل ما كانتش احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم عن هنا وده ومسمينها الطفلة معجزة ويعني حاجة استثنائية الحقيقة. فهي هنا حاله يعني هنا طبعًا. حاله واتمنى يعني هي بتفوز على وصلت مرحله ان هي ما شاء الله بتفوز على ناس اكبر منها في سن اعمار كبيره طبعًا. جدا صحيح. فهي نتمنى بالتوفيق. يعني هي ليها طبعا هي في بطوله عربيه للتنس الطاوله شغاله دلوقتي للانديه هي بتشارك مع النادي باسم النادي الاهلي نتمنى لها التوفيق طبعا أكيد. يعني أكيد. ان شاء الله هي وباقي الفريق يا رب ان شاء الله. دينا نورتينا ورشاد نورتنا ولازم تيجوا تنورونا تاني ان شاء الله قريب شاء الله. بس مش مستنى بقى لنهايه السنه عشان نعمل حصاد قبل الحصاد تعالوا نوروا الدنيا معانا باذن الله. شكرا جزيلا على وجودكم معانا وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل الدكتوره ايمان المراكبي ونفتح معاها ملف اعتقد انه هيهم كتير من حضراتكم خليكم معانا.